مرحبا بكم في قناة مطبختي لمسان. اليوم مطبخي جبت لكم وصفة محبوبة عند جميع الناس اللي هي وصفة المعقود، لذيذ جدا وناجح 100% بإذن الله. وراني صورت لكم جميع المراحل باش حتى توما من اليوم إن شاء الله ما تزيد تضيع لكم حتى حبة. إذا خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. ولتحضير المعقود، الحاجة الأولى اللي نبداو بها هي نبداو نسلقوا البطاطا. إذا أنا رفت هنا 3 حبات كبار من البطاطا البيضاء، وكذلك نقدروا نستعملوا فيها البطاطا الحمراء. اذا نفدوا الحبات تاع البطاطا، نغسلوهم مليح من التراب، نحطوهم في قير ونمشيو نضيفوا لهم كميه من الماء ونعملوهم على النار حتى اللي تطيب لنا البطاطا. اذا نعمل البطاطا تطيب، تعالوا نشوفكم البطاطا صايره طابت. نفوتوا الان باش نقيوها ونكرفزوها وهي عاده سخونه. اذا غير شويه خطري عاده سخونه نقيوها. اذا نقيها نعاود نشوفكم. وهي سخونه دائما نفوتو باش نكرفزوها، يعني نهرسوها. اذا في هذه المرحله تحبوا تستعملوا شوكه، كما انا ماشي نستعمل غير شوكه، ما عنديش هذيك الاداه اللي نهرس بها البطاطا، واللي عنده هذيك الاداه عاد خير له. اذا بنفس الطريقه نكمل كامل حبات تاع البطاطا، نقيهم نعملوها غير بالشوكة ولا بهذيك الأداة اللي نهرسو بها البطاطا. كذلك نحتاج إلى كمية من المعدنوس، ملعقة كبيرة تاع الفرينة، زوج صفر بيض غير الصفر ما نفدوش البياض، فص من الثوم، هنا عندي مسكرفج، ملعقة صغيرة من الملح ويبقى دائما حسب الذوق، نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة من الكركم. إذا نضيفوا كامل هاد المواد على البطاطا. إذا معدنوس، نضيفوا كامل التوابل والثوم، ما نكتروش الثوم، نعملو غير فص تاع الثوم. كاين لي يزيد لها الكمون بصح انا ما نزيدلهاش، نزيد لها زوج صفار بيض باش ما تنفتحلناش في المقلاة، وكذلك ملعقه كبيره تاع الفرينه تعاونها باش ما تنحلناش. هكذا ان شاء الله كامل اللي مضطريت نحلهم المعقود في الزيت ما ينحلناش. اذا ندخلوا كامل هاد المواد جيدا، تحبوا تستعملوا الملعقه ولا نحبوا ندخلوها بيدينا. اذا نخلطهم جيدا مع نشوف. انا دخلت كامل المكونات فيما بعد حتى اللي تخلطوا لي مليح. اذا في هذه المرحله وجدت كميه من الفرينه بالطبع التبصيل باش نحضروا الخبيزات. اذا بسم الله نفدوا كميه حسب الرغبه، هنا كل واحد كيفاش يحب الخبيزات، تحبوا تكبروهم ولا تصغروهم. اذا نضغطوا عليهم قليلا بهذه الطريقه. كاين اللي يعملها كويرات، تحبوا تعملوها صبيعات، عملوها الشكل اللي تحبوه. اذا نفوتوها في الفرينه، نحيو لها الزائد ونحطها في الطبسيل. اذا بنفس الطريقه نكمل كامل الكميه ونعمل الزيت تاعو.
آية في القرآن. الاولى المعقود راني عملتهم في ورق المطبخ باش ينحيو لنا هذاك الفائت تاع الزيت يقطرو. وغادي نقلي في المقلاة الثانيه. شوفوا ما نحلت لي حتى حبه بهذه الطريقه. شوفوا ما تنحلنا حتى حبه تاع المعقود. اذا نكمل بنفس الطريقه ونقلي كامل الكميه تاع المعقود ونشوفوا ان شاء الله طبق التقديم. اذا كملت وقليت كامل الكميه تاع المعقود. حبيت نعاود نوريكم هذو الحبات التاليين اللي كانوا بايلين راني نزيد نحمرهم ليه. هنا كل واحد كيفاش يحبو كاين اللي يحبو محمر ليه. اذا باش نوري لكم اللي شوفوا الزيت بقات عندي صافيه ما تفتت لي حتى حبه ما ضاعت لي. اذا ان شاء الله من اليوم تتهما بهذه الطريقه ما يزيدش كامل ينحل لكم. راني نطفي على الزيت. شوفوا ان شاء الله بدي اطلي مليح المعقود من الزيت. راني حطيته في طبق التقديم زينته تزيين بسيط بقطع من الطماطم كما راكم تشوفوا حبيبات من الزيتون الاسود شويه المعدنوس. وهنا طريقه التزيين كل واحد يزين بالطريقه اللي يحبها يعني اختياري. كانت الوصفه تاع اليوم مطلوبه من العديد من الاخوات كانوا طلبوا مني وقالوا لي دائما بلي المعقود ينحلهم في الزيت كيكونوا يقليوه. اذا ان شاء الله كي تبعوا المراحل تاع اليوم راني عملت لكم المعقود بجميع الخطوات والمراحل وتنجحوا في الوصفه تاع اليوم وما تضيع لكم حتى حبه باذن الله. ونشوف ان شاء الله بلي الوصفه تكون عندكم ناجحه في التعليقات. اذا نفتح لكم حل حبه باش نشوفها كيفاش جات عن قرب. ها هو دي في الاول يكون مقرمش كروكون بعد يبدا يترانا يرتخى. ها هو دا شوفوا البطاطا داخل ويجي البنه ديالو روعه ما كاش اللي ما يحبش المعقود. اذا نتمنى ان الوصفه تاع اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. جربوها لعائلتكم ووليداتكم.